يا سيد، بنتك ما بدها تروح. انت ما فيك تاخدها بهي الطريقة. لا تلمس ايدها لبنتي ولعك. اتركها بحالها. انت ما بتعرفني، انا عصبي كتير. اهدى لو سمحت بابا، لا تعمل هيك. شوف يا سيد، اذا بيلين ما بدها تروح فما حدا في ياخدها من هون ابدا. انت السيد سنان؟ ايه انا. انا محامي، اجينا بشان الحجز. تفضل. عن شو عم تحكي انت؟ تمام، معناها المشكلة انحلت بما انه ما ضل في مطعم لحتى تشتغل فيه بنتي. بالتوفيق. يلا بنتي، يلا تعالي. بابا انت ما بيحق لك تعمل معي هيك. بابا اذا ما تركت لي ايدي رح صرخ. هلا باخد على خاطري اذا ما صرختي. خلينا نشوف مين مجنون اكثر. يا عالم ساعدوني. لك شو صاير تفضحينا يعني؟ شو عم تعمل؟ ولا كلمه. هاي بنتي ولا تحكي ولا حرف. ايه يا شاطر. يلا يا بنتي، يلا يا بنتي الحلوه، يلا حبيبتي، يلا يلا. لو سمحت اهدى وخلينا نشوف شغلنا. نحن ما دفعنا؟ بلا اكيد دفعنا، وهي كمان ليكو السند معي. ها ليكو السند، اكيد دفعنا، لا تاكل هم. شرف، كل هاي الضجه اللي عملتها قدام الزباين رح تدفع ثمنها، بوعدك بهالشي. خود. يعني انت عم تمزح معي؟ هذا مزور. استنى دقيقة أستاذ، أكيد في بيناتنا سوء تفاهم. هذا السند مو من عنا، هالسند مزور. شو عملت يا نسيب؟ أنت شو عم تحكي؟ شو علاقة هذا الشي بنسيب؟ أخي نسيب عمل هيك وزوره. بولينت، أنت كيف بتغلط هي غلطة؟ خلص رح حل القصة، رح صلح هالشي أكيد، ولا يهمك. أستاذ إذا عطيتني شوية وقت الموضوع أكيد رح ينحل. بس أنتوا لازم تدفعوا الدين مع الفوائد خلال 5 أيام، وإذا ما عملتوا هيك فوراً نحن رح ناخد المطعم، لأنه في عليه رهن للبنك. الخبراء بيحددوا له سعر وبعدها بينعرض للبيع. إيه فهمت، شكراً لك. ألو نعم. مرحبا جيداء، نحن رايحين، أنا كنت بس بدي أتشكرك لأنه ما عاد شفتك. لا أنا رحت بس لأنه وجعني راسي شوي. وأنت هنيك كنتي كتير مشغولة بالمطعم واضطرت أمشي. كتير مقدرت لك مساعدتك. هذا البرنامج رح يكون كتير منيح للمطعم. نحن صورنا بس بتمنى أنه ما يسكروا المطعم ويقدروا الشباب يدفعوا الدين. ليش؟ فهميني شو الموضوع، بس فهميني قصة الدين شو هي. بصراحة هي مو غلطتك يا حبيبتي، أمك هي اللي دللتك. رح أكون أنا هلأ مسؤول عنك ورح تعملي مثل ما بقلك. زبير وقف لي، بدي أنزل. لا وعم تحكي كأنه مو صاير أي شيء. زبير رح توقف لي ولا لا؟ شبك عم تطلع فيني مثل المجنون؟ ليش من إمتى أنت بتنفس حكي غيري؟ لا أنا دايما بعمل اللي بتقوله معلين. إيه وقف وإلا بزت حالي هلأ. بيلين هدينا، رح ارمي حالي. ها رح نشوف مين مجنون منا اكثر من الثاني. اكيد انا. لك وقف، هي رح ترمي حالها. هيلين وقف شوي لو سمحتي. هيلين بنتي،
يا الله دخيلك، لو سمحتي لا تعملي هيك معي. بابا ما توقعت منك تفهمني ابدا، بس لا تجبرني على شيء، انا بدي اكون بالمطعم. يا بنتي هالرجال كتير سيء، ترك عرسه وراح لك، انت بتستاهلي هالفضيحه. بابا انا هلا ماني هنيك بسببه هو، انا هنيك بسببك انت. بس انت بتعرفي قديش انا بحبك، انت بتعرفي قديش انا بحبك ولا شو؟ اكيد بعرف بابا، وانا كمان بحبك كتير. ايه شو القصة؟ كيف بتطلع بامي لما تكونوا سوا؟ انتوا بتحبوا بعض لهلا، انا كل شي بديها انه الرجال يلي رح حبه يطلع فيني بنفس الطريقة يلي بتطلعوا فيها على بعضكم. من لما كنت صغيرة كانت هي نظرتي عن الحياة والحب يلي بدي اعيشه بابا، يعني وين الغلط بهالحكي هاد؟ بس انا يا بنتي يعني متضايق لانك عم تشتغلي بهي الطريقة بهذا المطعم، ومعي حق اتضايق. وإذا كان بابا أنا مشكلتي بتنحل بهذا المطعم، بابا وجودي هنيك رح ينقذني، لهيك لازم حارب. أنا ما بعرف إذا سمعت صح، أنت هلأ عم تعرضي علي شغل؟ أكيد اعتبره هيك، بدي إياها تكون قصة حب بريئة يربح الكل بنهايتها، شو رأيك؟ أي نحنا رح ننقذ بيلين، هذا الشيء اللي بدك اياه. طيب قولي لي، انا شو فقدتي من هالحكي؟ نسيت اللي صار بسمعتك؟ يمكن انت لهلا ما حسيت بهذا الشيء، بس انت شعبيتك عند البنات تاثرت، انت رجال لعبت باحلام بنت مسكينه وكسرت لها قلبها وتركتها بيوم عرسها. شو اتفقنا؟ اي موافق. بلي لي في شيء سندور بلي. Sen ne göster bana ucunda.